بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء وسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بسماحة الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا له استفسار عن آيتين كريمتين. أولا يقول: ما سبب نزول سورة الضحى وأين نزلت، في مكة أو المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة الضحى مكية، وسبب نزولها أنه تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن جبريل امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب كان تحت السرير ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فلما امتنع مجيء جبريل وأبطأ الوحي، قال المشركون: إن ربك قد قلاك، يعني أبغضك، قد قلاك وودعك. فأنزل الله هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فعاد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ بيته من وجود المانع، عاد إليه الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم. له سؤال ثاني عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا فيه رد على اليهود الذين اعترضوا على وجود النسخ في القرآن الكريم. الله رد عليهم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. وكذلك رد عليهم بهذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني نؤخر نسخها، نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. هذا سائل يقول: الشيخ، التلبية هي شعار الحاج لبيك اللهم لبيك، فما معناها؟ وهل كان في الجاهلية يرددونها؟ نعم، التلبية معناها الإجابة، لبيك هذا معناه الإجابة، قوله لبيك أي إجابة بعد إجابة، ويجيبون الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بالحج والعمرة بقوله في أذان إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، لما قال إبراهيم عليه السلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وكل من أتى حاجا فإنه مجيب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. نعم. يقول يا شيخ السائل أبو سالم: إذا لم يتحقق الإخلاص في العمل والقول، هل يقبل فضيلة الشيخ أو لا بد من الإخلاص في ذلك؟ لا يقبل العمل إلا بشرطين: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله. المتابعة لا يكون فيه بدعة، والإخلاص لا يكون فيه شرك. فلا بد أن يكون العمل خالصا من الشرك وخالصا من البدع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سالم: يا شيخ، دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام ماذا نستفيد منها مأجورين؟ نعم، نستفيد منها مشروعية الحج والعمرة، مشروعية الحج والعمرة وقصد المسجد الحرام للعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: والدي أصيب بتورمات في رجليه من أثر العلاج مرض القلب والرئة، وكان هناك يا شيخ تتفقات في الرجلين، فيجمع الظهر والعصر
العصر ويجمع المغرب والعشاء ويصليها لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. الجمع لا يجوز إلا إذا احتاج إليه. الجمع لا يجوز له أن يجمع من أجل أنه ما يستطيع الذهاب إلى المسجد. إن قدر على الذهاب إلى المسجد يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وإن لم يقدر فإنه يصلي في بيته والحمد لله معذور، ولا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها. نعم. يقول السائل يا شيخ، ما الأثر المترتب على تعلم العلم الشرعي وما فضل ذلك وما حدوده؟ الأجر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هذا عندما أحسن إلى الناس وهم يسيئون إلي، هل يقبل مني هذا الإحسان؟ وفي الآية الكريمة: وقولوا للناس حسنا. نعم، إذا أخلصت النية لله عز وجل وأحسنت إلى الناس فإن هذا فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. يقول: بالنسبة للدعاء يا فضيلة الشيخ، ورد الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، فأيهما أصح وما فضل الدعاء وهل له أوقات؟ الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح. أما هو مخ العبادة هذا لم يثبت هذا اللفظ، إنما ورد الذي ثبت: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، ويدل على فضل الوقوف بعرفة ويدل على فضل الدعاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول الشيخ: بالنسبة للتبليغ عن الإمام، إذا كان الجامع واسع ما حكمه؟ وهل كان معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التبليغ إذا كان الجماعة كثيرين ولا يسمعون صوت الإمام فإنه يتخذ المبلغ لأجل الحاجة في ذلك، أما إذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا حاجة إلى المبلغ. نعم. تقول السائلة أم رام بأن لها أخت تعاني من كثرة الوساوس، وهذه البنت مطيعة وقائمة بالفروض في أوقاتها، فهل هذا يخل بصلاتها وعبادتها يا شيخ؟ هذا لا يضر عبادتها ولا صلاتها، ولكن الوساوس عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تترك الوساوس ولا تلتفت إليها. نعم. يسأل يا شيخ هذا السائل يقول: هل يجوز أن نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى. يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ هذا شعارا خاصا ببعض الأشخاص، وإنما إذا كان غير شعار وإنما يقال من باب الدعاء له فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: يردد بعض الناس، لا أدري هل هو حديث أم لا، إذا جاء رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. نعم، هذا حديث، هذا حديث ورد في معناه حديث، أن الشيطان يغل صفد عن المسلمين ولأجل أن يتفرغ المسلمون لعبادة ربهم في هذا الشهر. نعم. الشيخ يقول: أنا أستخدم الإبر المغذية بأمر الطبيب لأنني في رمضان الحقيقة يأتيني مرض وأستخدم هذه الإبر المغذية، هل أعيد صيامي وهل علي شيء؟ نعم، الإبر المغذية مثل الطعام والشراب، لا تجوز للصائم وتبطل الصيام، فعليك بقضاء ما أخذت هذه الإبر في نهار رمضان. نعم. يقول السائل يا شيخ: بالنسبة للصبيان متى يؤمرون؟ لأن عندي أولاد 14 سنة و13 سنة، أتركهم أقول عندما يبلغ 15 يهديهم الله ويصلون، هل هذا صحيح؟ لا، هذا باطل ومخالف للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فأمر بضربهم إذا بلغوا سن العاشرة ولم يصلوا، لأنهم حينئذ إما أنهم بلغوا أو أنهم مقاربون للبلوغ ومراهقون. نعم. عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، ماذا نقول يا شيخ؟ الصحيح أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتقول: الصلاة خير من النوم. نعم. يقول: بالنسبة للمواقيت، مواقيت الحج يا شيخ، هل هي ثابتة وموقوفة؟ مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية
الثانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وهي معلومة: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، الجحفة لأهل الشام والمغرب ومن جاء عن طريقهم. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلملم لأهل اليمن. نعم. تقول الأخت أم عبد الله بأن لديها أخت مشلولة ولا تستطيع الذهاب، وقد بلغت من العمر 38 وعندها مال، تقول: لو حجيت عنها يا فضيلة الشيخ، أو كلفت إحدى الأخوات بالحج عنها أو أحد الأقارب. إذا كانت لا تستطيع الحج ببدنها، إنه يناب عنها في أداء الحج، يناب عنها في أداء الحج الفريضة، وكذلك في النافلة يناب عنها في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ورد أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، حدثونا عن معنى هذا الحديث مأجورين. معناه واضح، أن الحب في الله أن تحب شخصا لا تحبه لأجل طمع دنيوي أو قرابة، وإنما تحبه لأنه عبد صالح، أنت تحبه لذلك. وكذلك تكره العاصي والمنافق والكافر، تكرهه لله لأن الله يكرهه، فتحب من يحبه الله وتكره من يكرهه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم خالد تقول: نذهب في الأربعاء والخميس لإحدى الاستراحات، نحن النساء، تقول، وتصلي بعض النساء كل واحدة في مكانها، ولكن كل واحدة تسمع صوت الأخرى، يرفعن الصوت في التسبيح وفي القراءة، هل هذا جائز؟ لا، الصوت، رفع الصوت الذي يشوش على من بجانبه أو من حوله من المصلين، هذا ممنوع ولا يجوز. نعم. هذا السائل يقول: حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل في ذلك؟ قال: الزاد والراحلة، رواه الدارقطني وصححه الحاكم. نعم، هذا تفسير لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو السبيل؟ هو الزاد والراحلة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يقول السائل أيضا في ضمن أسئلة شيخ صالح: حجيت وأنا طالب في الجامعة، وأخذت مالا من والدي لمصاريف الحج، وذلك لعدم استطاعتي عن توفير المال بنفسي، فهل حجي صحيح؟ إن شاء الله حجك صحيح، ونسأل الله أن يتقبل منك. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لهذا الأخ من السودان يقول: حجيت أكثر من مرة، ولكنني حجيت مفردا من الأنساك في الحجتين الأولى والثانية، هل يقبل من أم لا بد من التمتع أو القران؟ يقبل منك الحج إذا أديته على الوجه المطلوب، ولكن تبقى العمرة تعتمر لأجل يتكامل الواجب، الحج واجب والعمرة واجبة أيضا، قد أديت الحج بقيت عليك العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يقول الشيخ: كتاب رياض الصالحين نقرأ فيه منذ زمن في المساجد، حدثونا عن هذا الكتاب، وهل جميع الأحاديث الذي فيه صحيحة؟ الكتاب رياض الصالحين كتاب نفيس جدا، والقراءة فيه مفيدة، والأحاديث التي فيه بين المصنف رحمه الله درجاته، عند كل حديث يبين درجته. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات مع أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.